مباشرة الرياكت ماتيف مش هي الرياكت ماتيف كما سمعتوا رؤوف ضربكم رؤوف على الفلاتر وسين الله يعني هو يفضل اللغة هذه وسيدافع عليها لماذا الرياكت ماتيف يعني على خيرة الرياكت ماتيف تطبيقات دوكا السوق انا نتبع السوق متبعش واش قالوا الناس ولا تبع السوق السوق كي تغلق برا شي قالوا تطبيقات الويب ب 70% تقريبا والباقي ديسكتوب ما بين الامباركي ماشين وما بين ديسكتوب وما بين الابليكاسيون موجود تسمى اغلب التطبيقات هي تطبيقات الويب 70% تقريبا تتعلم الرياكت ناتيف تتعلم الرياكت جي اس والرياكت ناتيف هو عباره عن جافا سكريبت ثم تعلم جافا سكريبت تعلم الويب طبعا الاشياء مال سي اس اس ماهيش لغات مجرد يعني تستطيع يعني في نقول سمنتين ولا ثلاثه خلاص تمكن منهم يعني ماشي يعني تمكن تولي حاجه كبيره مي ثلاث سمن شهر كفيك تعلم الاشياء مال تقدر تخدم لي تومبليت يعني عادي وبعد تعلم شويه رياكت جي اس اللي هو تخدم به الويب ثم تقدر تولي ثم رياكت ناتيف للموبيل ورياكت جي اس للويب بروفيل واحد كما نقول تقدر تزوز مناصب شغل اما ويب ولا موبيل ثم بجافا سكريبت تقدر تولي ويب ولا موبيل هذا الملاحظه هضر رؤوف على الحجم يعني سمعنا جو في رؤوف قبل ما نبدا هضر على الحجم عنده حق بصح مجرد يعني هو 4 ميجا هكا ميجا اوكتيل ورياكت 6 صرا فرق زوز يعني مش حاجه كبيره يعني اللي يخليك يعني انت فرق ما بين دلفي مثلا دلفي 16 لو اعلم يعني دلفي صح كي تقول ذكي ذكي بس اول شيء تعتبر بروفيل دلفي يقول لك ها احب اقرا رياكت ولا اقرا فلاتر لا ما تجيش تاك دلفي كمل في الدلفي تعلم تطبيقات الموبيل في الدلفي حتى لو كبير معليش خرج حاجه على الاقل حطها في سطور بالدلفي ومن بعد كي تتعلم تتعامل مع السيستم تاع الموبيل تتعلم مع لي زابي تاع تتعلم مع تفهم شنو هو اللي هو بابي كيف تتعامل معها تفهم لي لا باز دوني اس كيو لايت كيف تتعامل معها هذا الحوايج كل تعلم هذا الحوايج كل من بعد سهله كي تبدل لونجاج سهله تروح للرياكت ولا فلاتر ولا اي لونجاج هذيك سهله المهم تتعلم سهل الانفيرومون تاع الموبيل مادام مبرمج دلفي تعلم بالدلفي مادام مبرمج سي شارب تعلم بالزامر مادام مبرمج ويب جافا سكريبت تعلم بالرياكت هذه المنطقه يعني نقول فلاتر كانك من الزيرو انا في نظري تاعي كانك من الزيرو هذا بديت تتعلم تحوس موبيل تحوس تختص موبيل لان فلاتر لحد الان اختصاص موبيل او قال لك هو يخدم ويندوز بس مازال باش تخدم على ريجستري مازال فهمت كيف السلام عليكم علاش هذيك تسمى فلاتر لحد الان اذا حبيت تختص موبيل وتولي حاجه زينه اخدم الفلاتر معليش انا ماشي كونتر فلاتر بالعكس جوجل راهي عندها كل الامكانيات باش تخلي فلاتر هي المية تسمى جوجل شركة كبيرة فلاتر تاع جوجل تسمى سي نورمال تعلم بس باش تعلم الويب تعلم انجلر تاع جوجل تسمى شنو مفصلين او قال لك نبداو يخدموا في الويب بصح وقتاش تتحوس درك تبدا تخدم بس واحد مبتدئ معليش كي تبدا فلاتر من برك ماشي تتعلم من فلاتر يخرج من فلاتر الويب ويولي بويسون معليش ما كان حتى مشكل ما كاينش كنت بضغط لو قدرت تعلم على روحك تعلم العكس تعلم مدام جديده مش تولي تا اكسبير ما تولي تسمى مع كي تكبر ضغط تولي فورتا بالضغط كانك مبتدئ بصح كان دلفي مثلا واحد دلفي وتتحتم عليه يقرا رياضه ولا غير يبدا يشوف يتعب مراه تاعو يتعب بصح تقول له لا اخدم فاير مونكي دلفي اخدم فاير مونكي موبيل ونهضروا عليه ان شاء الله يتعلم شويه بعد يركب لي راه ثقيل ولا لي كليون ماهم ساتيسفي ولا حاجه هنا يبدل الراي تاعو قال اه صح بس عنده خبره كيف يتعلم سكيل لايت كيف يتعلم بابي كيف يتعلم الحوايج هذي تولي تجي سهله الامور الاخرى بعد غير يبدل اللغه برك اللغه الباز اللي هي دارت ما بين دارت ودلفي ما بين نيكس مارين اللي هو سي شارب مع دلفي غير تبدل نبدا ان شاء الله الرياكت خدمها فيسبوك خدمها اللي هو صح فيسبوك خدم انفيرومون تكنيك اللي هو قال لنا نخدم الرياكت خدموا بها انستغرام وفيسبوك خدموا الرياكت جي اس هو الاول خدموا به لي سيت ويب وهذه تاع الرياكت كاتيف من بعد خدموا الرياكت كاتيف
قال لك هو عباره عن اطار عمل مبرمجه تطبيقات اصليه وبرمجة بسيطه. برمجه اصليه اشرحها لكم عليه شويه، لانها تكسيد للسيستم بعد تجبد من السيستم، قال مثلا دير لي فيبراسيون دير لي سونري دير لي سون، تخش للسيستم تعمل مع عادي يعني. هذا هو الفرق ما بين الابريد والناتيف. الناتيف انها تعمل مع السيستم بطريقه يعني 100%، واش تسحق من السيستم تعمل معاه كيما ليت مارين كيما رياكت كيما فلاتر، هذو كل تعمل السيستم 100% كيما سويفت والاوبجيكتيف سي اللي هضرنا عليها بزاف. وذلك باستخدام المكونات الاصليه، النص الهدف من استخدام الرياكتيف هو تسهيل عمل المطورين على جميع منصات الواجب بشعار تعلم مره واحده واكتب في كل مكان. تعلم الرياكت نتيف واكتب في اي، اكتب في او اس سما كروس بلاتفورم، هذه سما كروس بلاتفورم اي او اس اندرويد وويندوز. هذا الرياكت يخدم لك حتى الويندوز، ثم تخدم بالرياكت نتيف نورمال تكومبيليه على الاندرويد، يخدم لك الابيكا باش تنصلي في الاندرويد، يخدم لك اي او اس ايضا، وتقدر تكتبوا جافا سكريبت ناتيف اللي هو اللي هضرنا عليه في الحويله الثانيه. قلنا باللي جافا سكريبت ناتيف تقدر تخدم بها ديسكتوب ويندوز ديسكتوب، ثم يقدر الرياكت بعض التعليمات تاع امبيان ويكري لك باكيج تاع انستالاسيون اكزيكتابل، يعني ريزيكتا يمشي لك في الويندوز. كاين اشهر تطبيقات البرمجيه بالرياكت ناتيف، هذا هو المشهورين. انا نعرف الاستاذ عبد الله اوزت لي هذوك، قال لي هذا مشهور عندنا انا ما نعرفهمش الحقيقه، هذا مخدوم بالرياكت. كاين فيسبوك وانستغرام، الابليكاسيون تاع فيسبوك ماهيش مخدومه بالرياكت ناتيف، السيت مخدوم بالرياكت جي اس، لكن الابليكاسيون انستغرام مخدومه بالرياكت ناتيف. هذو الاشهر التطبيقات. الرياكت ناتيف اقدم من فلاتر لذلك وهو اوبن سورس. فرق ثم كي عندك فايت اللي قال لك فايت قبيله فايت قبيله، ثم الرياكت ناتيف فايت في الفلاتر. وزيد عندك عندها فرق، ثم ثم لي ليبريري مادام بلاش رياكت بلاش، لي ليبريري تاعو واحد تيليشارجي ليبريري يبدل فيها شويه يديرها بس يزيد يعاود يحطها في الكتاب، تيليشارجيها تخدم بها، زيد ما عجبتكش حاجه زيد تبدل فيها زيد تحطها، ثم ولا ريش ولا اي ليبريري تقدر تجبدها فاسيلمون. كيما النهار اللي جيت نخدم بليكس مارين فورمز الماب ما لقيتش كيفاش نخدم بالماب، لازم ليبريري بالدراهم، احسن ليبريري ما موجوده في بليكس مارين فورمز بالدراهم، درك ربما ما تقدر نهضر لك عندي واحد العام هكا. بصح في الرياكت مع كتبت له ماب باش نخدم لي ماب، لقيت ليبريري موجوده في الاكسبو، قلت لي قداش وحده هما جايبينهم الرياكت ناتيف وبدوا فيها حطوها واحد اكسبو واحد، درك نهضر لكم شنو هو الاكسبو. من ميزات الرياكت ناتيف انك تقدر يمكن الاستعانه في مكتبه رياكت جي اس، ثم نقدروا نتكريو لي كوموند تاع رياكت جي اس اللي هو المخصص بالويب في رياكت ناتيف، ثم تعليمات اللي نكتبها بالرياكت ناتيف نستعملوا لها رياكت جي اس. يمكن الاستعانه ايضا بالنت جي اس، ثم نقدروا نستعملوا الليبرري هذه ولا مكتبه النت جي اس تاع الخاصه بجافا سكريبت في رياكت ناتيف. دعم الاصدار جافا سكريبت الجديد اللي هو اكمل سكريبت اللي سميناها جي اس جي اس، والتطبيقات على تطبيقات رياكت ناتيف سريعه، تطبيقات رياكت ناتيف سريعه لانها ما تعملش ديريكتوم مع الدوم، الدوم هو ما نخشوش تاع الدوم هو حاجه كبيره في الجافا سكريبت، يدير لك كوبي مع ديماري الابليكاسيون تاعك يدير لك كوبي من الدوم وتسميه في اوبجي في اوبجي جافا سكريبت، ثم كل شيء يهزو يحطه في اوبجي جافا سكريبت تسميه فيرتيكال دوم، سماه فيرتيكال دوم. اي تعامل مع الدوم يتعامل مع الفيرتشوال دوم مع الابليكاسيون تاعك مع الفيرتشوال دوم، ومن بعد كاين هو يهز الحوايج اللي تبدلوا برك يبدلهم في الدوم، ما يبدلش ما كانش تاكسي ديريكت على الدوم ونطلع وقت وبتاع جاتني كان رياكت ناتيف سريع. استعمال سي ماهيش بالسي اس اس ولكن نسميها سي اس اس يعني ما لقيت حتى فرق. هو جافا سكريبت ديك دي زوبجي جافا سكريبت لكن يشبه سي اس اس، ما لقيت تخدم اظنك تخدم متعامل مع سي اس اس عادي يعني تعليمات سي اس اس تعمل تخدمها في رياكت ناتيف. ثم بطبيعه الحال كي تخدم مع سي اس اس عاد يعود الانترفاس ريش، ثم عاد اللوك تاع الريزلتا تاعك راح تعود يعني غنيه جدا، هذا السي اس اس معروف يعني في الريزلتا تاع الانترفاس. في صنع الواجهات الغنيه من ناحيه الديزاين، من ناحيه الديزاين هو اصلا رياكت ناتيف هو ديزاين، يعني كي نقولوا فلاتر هذه الحوايج كل ديزاين، يعني هو المنطقة الفيو لانه يعني كانت موديل كيف هو ام بي سي الموديل والكونترولر وحدهم تحطوا في الويب اي بي، ثم
ديما برك نهضر على الويب ابي واش هي الويب ابي. هذا بالنسبه لي تحقق الويب ابي وانا تهمني منطقه العرض، منطقه العرض نخدمها بالرياكت، اما تكون رياكت جي اس تعود موبيل ويب، واما تعود رياكت ناتيف تعود موبيل. هذا ما كان لي ديو واش لازم نستضيف في الميكروسوفت باش نبداو نخدموا رياكت. هذا الشيء الضروري هو الواجهه تاعي، هو تقدر تخدم اي ديو، لكن اغلب ما نسال الناس تستخدم فيزيوال كود. فيزيوال كود فيزيوال ستوديو كود هو نستضيف ونقدر نخدم به مع ويندوز مع ويندوز. ومن بعد بيتعلم نهايه الكود دونك باش نبدا نصطلي لي ليبراري اللي لازمني في رياكت. اول حاجه لازم نصطلي في الماشين تاعي رياكت. رياكت تنصطليها بلمحة عين انا تنصطلي ضمن الجي اس برك. نجي اس انا نصطلي نجي اس على جال كلمة بي ان بي ان. هذا كيما اللي يعرف الدوت نت كاين نيوجات، نيوجات في الدوت نت وكاين فلاتر اي بي ام جوبونس. هو عكسها انك تبي تشارجي ليبريري اوتوماتيكمون باش تطلع لها، مش كيما في الجافا. جماعه الجافا كي كنت في الوقت هذاك كنا نخدم الجافا نستعمل اكليبس، نحط اكليبس نسحق باش نخدم على الايبرنت، نروح نستعمل الباكيج تاع الايبرنت فتش في الانترنت ونراو هذاك، بعد نستعمل ونكمل بعد يقول لي ماهوش كومباتيبل. هنا درك داروا لنا سيستم مش عارف هما حسنوها في الجافا، لكن السبب كانت يعني تسمعنا كان غير باش نستعمل محيط العمل تاعك تاع الجافا. درك في دوت نت تنستعمل فيزيوال ستوديو خلاص فيه نيوجات، تسحق مثلا تتعامل مع ملفات الجيزون نيوتن سوفت، تكليك بلا دوات تقول له اجوتي ليبراري نيوجات نيوتن سوفت، هو يجي شارجيها اجوتيها لكم ريفيرونس اللي ديال لازمين شاك ليبراري تحاول تسحقها ينستعملها لك اوتوماتيكمون. رياكت ثاني كيف كيف رياكت مش هنا ما عندناش انترفاس يعني زينا كيما فيزيوال ستوديو، لكن باللين دوكومون دير ان بي ان وتكتب لي اسم الانستال واسم ليبراري اللي تحقق تاع سكيل لايت تاع مع جيزون مع سكان سكان كود بار اي مكتبه ولا تاع الماب تحوس دير رسومات بيانيه. هذه المكتبات هذه كل تنصطليها بالامبيان، امبيان تجي من كي تنصطلي من الجي اس. لماذا الجيت اجباري؟ والله لحد الان ما لقيتش جواب. اذا ما عليك تنصطلي الجيت، الجيت واش عم بالكم شكون يعرف الجيت؟ لي ما يعرفش الجيت هو سيستم دو فيرسيون يسمى كيما كيما لازبيان. شكون يعرف لازبيان؟ انا نعرف لازبيان ديروها. هو واش لازبيان وجيت هذا واش هما؟ انك كي تخدم البروغرام تاعك كي واحد ما بروغرامر ما يخدمش بهذا كيفاش يدير؟ ولا قبل كيف كنت يدير؟ سوكا شاك فوا يدير فيرسيون 1 ريبارتوار كامل يحطها فيرسيون 1 ومن بعد بدل له قالوا له بدل شويه بدل شويه زيد ريبارتوار هذه فيرسيون 2 ومن بعد وقيلا كرازيت الاخرى والرسول ساعي صحيح الاخر تغيب ساعات ينسى ساعات ينسى ونحطوا السيستم تاع لزبيان هو سيرفر تحط في السيرفر ويقول له تعرف في شيء هذاك شاك فوا نوديفي ابعثه للسيرفر يكوبي هو يحطه في السيرفر ومن بعد يعاود قال دير لي موقع معك مثلا غلط يحوس يرجع للديما ولا نسى بحال واش دار كوم موديفيكاسيون لا ثاني فوا ثم يروح يفتح في شيء يدير له اعطيني الفرق ما بين واش كان اخر حاجه حطيت في السيرفر والملف الحالي اللي راه عندي برك هو يقول لك في الديف هذاك يقول لك هذه الموديفيكاسيون هذه الموديفيكاسيون ولا نحطهم في جروب عليه يحوس يخدم في نفس الوقت معايا في البروجي كيف نعملوا ها كوب يعني كان حطيت لك في شيء جديد بس انا خدمت فيها انا كيف نديروا انا زدت غير هذه وهذه وهذه نبقاو قاعدين مع بعضنا ونوضوا وقت كبير هو لا بلا زيان يبعث هو للسيرفر انا نبعث للسيرفر كان هو انا بعثت وهو بعث يقول له حب سوا يعني بعث وها واش دار اسكو تحوس تكرازي نتاعه ولا تحوس تاجوتي برك على الملف تاعه هو يقول له غير اجوتي لي شيء اللي درته له ولا كان مسينا نفس الفونكسيون نفس الفونكسيون هو زاد فيها سطر انا زاد فيها سطر يقول لهم نسيتوا نفس الحاجه ولا نكرازي تاع الناس تاعك ولا دير مارش يعني تاجوتين في ثلاثه تسمى بعد هو يدير المارش تسمى ياجوتين يقبل كل تسمى ونحط في السيرفر ومن بعد كي نعاود ريكيبيري على شاك فوا ريكيبيري واش كان السيرفر نبدا نخدم هذا هو لازم جيت نفس الطريقه اللي ندير عليه في القناه تاعي كان درس على الجيت الجيت هما اللي يخدموا به درك الجيت علاه كان كيس الفرق ما بين الجيت ولازبيان اهم شيء مش يعني فرق كبير اهم شيء هو سيستم دار ريسورس انك مثلا ايماجين السيت تاعك ويخدم عادي ما
مبرمج التطبيق تاعك او يخدم عادي يعني مليح، ومن بعد يجيوك يقولوا لك بدل لنا كلش الانترفاس كل ما يشتهي بدلها لنا كله. سمع تمضي في ياسر سي اس اس، تمضي في الاشيمال، ولا قال دير لي ابليكاسيون موبيل. ابليكاسيون اللي هضر عليها الاولى خلاص ابليكاسيون موبيل، ماهيش تطبيق موبيل لكن هو سيت ويب يمشي في الموبيل. مثلا انت دوكا ابليكاسيون موبيل عاد تخدم بوستراب، وهو تخيل سيت ماهوش مخدوم بوستراب، مخدوم برب سي اس اس عادي، مخدوم عادي يعني، ولا بجي جيكويري موبيل. هذا فاسد ما بين ليزابليكاسيون موبيل، لان المنيو حنا في ليزابليكاسيون نورمال المنيو ديما هكا، بصح في التليفون جامي تلقى المنيو كيما هكا قليل، ولا دارك دو ولا تروا بوطون. ديما نخدمو بليست فيو، ما نخدموش بالجريد، جامي شفتو طابلو في الموبيل، نخدمو بليست بليست فيو. تسمى عاد تبدل الحكاية في الانترفاس، عاد تبدل هنا تخدم بجيكويري، عاد تبدل سي اس اس، عاد تبدل شي واش دير في الكيت، تقول له هات لي واش كاين في السيرفر، تطرح السورس تاعي صحيح، تسمى لي كالكول لا باز دوني لي زانفورماسيون كلها عاد يجيو من السيرفر، هات لي كلش واش كاين في السيرفر تحطو عندك انت، ومن بعد تقول له كري لي ابونسون جديده في الكيت. هذه لابونسونس خاصه بلا نوفيل فيرسيون، علاه؟ خاطر قادر يقول لك كودوا اه كاين باك في السيت حاب يستخدم هذا بدا كوريجي لي باك، كيفاش دير؟ كون ما تكريش لابونسونس هذه كيفاش دير؟ كيف تكون لازم تكليك لي هذه الفيرسيون، فهمني كيف تصحى على راحك تبعث، وهذه الضرب هذه الفرع هذا نزلتو هذا ها محطوط، كي تسحق تخدم فيه تخدم فيه، ولا بون قال اخدم فيه مره في السمانه، مره في السمانه تروح تخدم في الابليكاسيون موبيل، والباقي هذاك في السيرفر تهزو وتخدم هذا واحد من المصلحه هذه، فهمت كيف؟ هذا السيستم فرق ما بين يوتيوب وتركويز هذا. اونلاين اونلاين. ازبيان ها؟ اونلاين اونلاين. اللي لقيت تقدر تصرف فيه البوست تاعك كانه سيرفر يعني. وقدر تقدر تحطه في جيت هاب، جيت هاب هو سما سيرفر سبيسيال تحط فيها دوك شات مايكروسوفت هكا دوك شات مايكروسوفت، سما انت تفتح شغل اكاونت، سما عندهم سيرفر عندهم تحط سورس ساعات عندهم هذا ما على نحتاجه في الديفلوبي هذاك والله ما لقيتش يعني الجواب. المهم يقول لك ميساج انستالي الجيت، هذا ما كان تنستالي يعني ما بلا ما تخدم به غير انستالي اكسبو. واش هي واكس؟ اذا كنت اكسبو هي عبارة عن مجموعة أدوات مجانية ومفتوحة تصدر المساعدة في إنشاء مشاريع اي او اس وأندرويد الأصلية باستخدام الريال. واضح التعريف هذول اكسبو هو شيء فيسبوك خدمة الريال ناتي كيما تعرف ديف اكسبريس يا ديف اكسبريس ديف اكسبريس نفس الفكرة ديف اكسبريس قال لك دير في مثلا هذا خدم من الجريد تاع دير في اي هات هنا بدل له نزيد له فلتر من فوق نزيد له باجيناسيون من تحت وسميها جريد دي اكس دي دي اكس جريد تو فتل في احنا عندنا دي اكس جريد في التطبيق. المهم هزوا لي المكونات العاديه اللي كاينه مصطلحات في التلفون في السي شارب ولا ايه وبدلوا فيهم شويه وسماها بسمو، ومن بعد مجانيه مجانيه بالدراهم. تسمى كان جاب ياسر الناس دوك الناس كشوا الفيروس تسمى كشوا الدرو خلاص ولا بدا في اكسبريس تقول له راح حضر لي حاجه اخرى يقول لك لا نشريها وخلاص يشريها سيرتو الشركات اللي معوله على الراد ولا ديفلوبمون رابيد بعض الاحيان اوبليجي اوبليجي كما شاركنا مؤخرا في اكاطون كما جات دار اكسبريس ما كملناش مشروع في ثلاث طلبوا علينا نديروا اكاطون هو مسابقه طلبوا علينا نديروا بروجي في نهارين ولا ثلاث ايام ماكسيموم حنا في ثلاثة من الناس مش كاين جماعة شاركوا بال 20 30 حنا في ثلاثة من الناس الفكرة تاعنا مليحة بس طلب وقت دراسة دافي اكسبريس علاه كون هز ليسي كومبوزون حطو ابليكاسيون ويب تحط هذاك عندك الفلتر عندك باجيناسيون في الجريد عندك الكارباك سيستم الكارباك نخش في دافي اكسبريس ما عندناش نخرج نسمو هي المهم سريعة برمجة سريعة تحتاج تفضل في سيت ويب في رمشة ليسو نفس الشيء خدموا ليسو هذا هو غراتو لحد الان راه مجاني واكيد عاد يولي بدراهم كي وين ما يتعمر بالمكتبات ويولي حاجه بيسون وكان زادوا له ايديو يعني انترفاس خاص بيكسبو مثلا ايديو وين تلصق التليفون طق 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 تقوم كي يخرج لك ايديو كي لك بجافا بالرياكت هذاك ولي حاجه كبيره خلاص حاليا خدموا مسيبة رايحين لهذا الشيء طرا له خدموا اكسبو ايو اكسبو ايو هو سيت ويب تفتحوا تفتح السيت هذاك الباب وتبرونشي التليفون تاعك وتكزيكيتي اونلي بالانترنت برك وتكزيكيتي من الويب لا تحتاج ماك لا تحتاج حتى حاجه ولا تحتاج سيمالا طابله ولا هو موجد لك لونفيرمون تكنيك مثلا انت تحوس تي اكزامبل صغير تاع قال مثلا قال لك واحد الكود قال لك كيف تعمل بالسكان سكان كود بار
قال لك عندي هذا اللي ولا هذا القاد هذا يدير لك مثلا كابتشر سكرين ولا قال يخدم لك بي دي اف يحول لك نص بي دي اف. قال هكا سيدي انت ما عندكش وقت باش تروح للدار نتاع بالانترنت برك تخش تهز الكود تحطه في يعطيك واجهه هو فيها سورس تحطه في السورس تقول له اكزيكيتي يعطيك الريزلت في السيميلاتور تاع هو بعد ولا تبرونشي التليفون تاعك يخرج لك الريزلت في التليفون تاعك مباشره في التليفون حتى ما تنساش تنستالي لا الناري الشيء هذا اللي قلت كل ما تنستاليش بالويب درك باش تبدا تخدم بالرياكت واش لازم عندك تعليم تستعمل الدوس ولا ترمينال سواء ترمينال اللي كان في فيزيال كود فيزيال سيتي كود ولا الكونسول تاع الدوس تعليمه تاع الجهاز اللي هي ام بي ان انستال كرييت رياكت ناتيف اب هذه اول تعليمه اللي تجيب لك تجي لي شارجي رياكت ناتيف تنستاليو في الجهاز تاعك ومن بعد مادام تعمل اكسبو اكسبو هي احسن مكتبه اللي شفتها لحد الان في الرياكت كان عدة مكتبات تاع رياكت ناتيف احسن مكتبه اللي تسهل الخدمه هي اكسبو كما جابيري قلنا في جافا سكريبت تنستاليو الطريقه هذه ومن بعد رياكت تكري ماي اب البروجي تاعك سواء بتعليمها اكسبو انسايت ولا انيت اب ولا كرييت بتعليمها كرييت تكري بروجي جديد تخش في الريبرتوار تاعك هو يخدم لك الريبرتوار ويحط لك فيها بعد جميع الليبري عفوا جميع الليبري ستاندار المكتبات ستاندار اللي تحتاجها تخدم لي بوطون لي ستوديو الحوايج العاديه الكاميرا كيف تتعامل مع الكاميرا هذا كل حط لك ريبرتوار في سوري ريبرتوار وحط لك فيها المكتبات كل اللي تحتاجها تخش الريبرتوار تاعك يقول لك اكسبو ستار وهنا ينفذ لك التطبيق هنا درنا نخشوا الامثله التطبيقيه اول مثال اه اي مدام درس الرقم نديرو برك هو غلطه تاعي في الامثله التطبيقيه فلوتي اكسيون هذه الفلوتي اكسيون هي هو زر موجود في اسفل الشاشه كي تكليك عليه يفتح لك المنيو هذا في الايفون ما كانش غالبا نلقاه في الاندرويد نلقاو في جيميل نلقاو في عده تطبيقات مشهور هذا في الاندرويد بوطون محطوط في الكوان بكري في مش بكري يعني في التطبيقات كيما ليكس ماران كما تقولوش تخدم لي فلوتين كان تخدموش تاع بيدك هو اوتوماتيكمون يخدمو غير تقول له خدم لي اكسيون فلوتين بالاندرويد يحطو لك في الاندرويد اوتوماتيكمون في الاي او اس ما يديرلكش البوطون من هنا واش يديرلك 3 بوان يديرلك 3 بوان يديرلك 3 نقط ما يخدملكش الزر هذاك المدور لا نشوفوا جيميل هذا الزر في الجيميل الزر هذا كي تكليك عليه كان الاخرين يخرج لك منيو كان كل واحد هذا خاص بالاندرويد في الاي او اس كي تخدم له تقول له خدم لي قلنا كما قال رؤوف انك تطلب منه قال اخدم لي زر كما نقولوا هو يخدم حسب النظام قال كان اندرويد يدير لك دويره كان اي او اس يدير لك 3 بوان كان نعطيك مثال اخر هو الميني كونتكسيال اللي هو البوب اب منيو هكا في التلفون تكليك بلا دوات تفتح البوب اب منيو بوب اب منيو البوب اب منيو هذاك كي تقول له تخدم لي مثلا بالاكزمارين كي تقول له خدم لي بوب اب منيو تكتب له بوب اب منيو ولا كوموند ميني كونتكسيال قال لك تكليك على البوطون هذه ولا لي ستوديو هذه خدم لي يخرج لي بوب اب في الويندوز يخرج لي بوب اب عادي هذا كاين كليكيت بلا دوات يخرج لك بوب اب هكا في اي بريزاون كليكيت كليكيت هنا يخرج لك البوب اب وفي منيو في الاندرويد يخرج لك هنا مفروض كانه ما المنيو عادي كانه منيو في الاي او اس واش يخرج لك يخرج لك سواف يخرج لك شفت هذيك كي تجبد هكا يخرج لك الازرار في الليست دي ازرار بالله يتخصص في الايميل تلقاه مثلا جاء الميل تدير كيما تسبريمي ولا تسمى سواف منيو هذا تسمى السيستم هو اللي يحدد كيفاش يفيشي لك هذه مش افار يعني هو اللي يحدد لي واش الناس ما عادش تقول على جديد فلاتر والرياكت ملاح والاكمارين الثاني انك تالي ترسم قادر الاكمارين تقول له اخدم لي بتاعك وقادر تقول له انا اللي نرسم انا ما ندير كلش فهمت كيف نبداو بالفلوتي اكسون بوتون ومن بعد نروحوا الفتش هذه تعليمه هذه هي كيفية تتعامل مع الويب ابي الويب ابي باش هنا نشرح الويب ابي الويب ابي يمشي هو شكون يعرف ديالا مكتبات ديناميكية تعرفوها ديالا ديالا
هي واش هي مجموعه من التعليمات ولا مجموعه من لي فونكسيون ولا لي ميثود كل واحد يسمى تسميها بروسيدور ولا اي حاجه مجموعه من التعليمات محطوطه في ملف خارجي اللي نعطوه اللاحقه تاعو كوديال ديال هذا نحطوه في كوم ريفيرونس ما نجوتيو في لابليكاسيون تاعي عندي لابليكاسيون تاعي نخدم فيها ديال اجوتي لي ديال هذا ديال السوات اللي شارجي من الانترنت ولا خدموا عليه ولا خدموا فلان ولا خدمته انا كي تيليشارجيو تجيبو تحطو تاجوتي هو عباره عن مكتبه تحتوي على مجموعه من التعليمات قال التعليمه الاولى مثلا روح فورماتي لي ديسك ديالك تعليمه موجوده في ديال الكود تاع الفورماتي لي ديسك ديالك محطوط في ديال هذا قال ابعث اس ام اس محطوط في ديال التعليمه اللي تبعت اس ام اس مثلا هو يضمن لي واش لي بارامتر مثلا قال هاو التكست اللي تبعته وهاو النيمرو تاع التليفون تابع اس ام اس انا امرت ديال هذا باش ينفذ الامر ينفذوا بعد يرجع لي الكرسر لي انا بعد نكمل الخط تاعي باش ننفذ انا الملف تاع اللي تبي تاعك نهضر في الحاله عاديه مش مهم ديال انا بعد خرج ديال الكوم اللي هو عباره عن تقريبا كيف كيما ديال لكن في الكومبليس هذا اللي هو جزء في الريزو ديال محطوط في الريزو هما قطراو شي باش يبارطاجي ديال في الريزو خدموا على السيستم تاع الكومبليس ديكوم هذا هو ديستريبي ديكوم خدموا ديكوم محطوط في الريزو والناس ريزو لوكال الناس تقدر تجبد منه نفس التعليمات كان عندي الكود نحط ديال نديكلاريه في لابوستريجيست ومن بعد اكسيدي لي زانفورماسيون تاعو كنا نخدمو بيه حتى لي سيت ويب بالسيستم ديكوم كنا نخدمو لاسبي تسمى لاباج تاعي اسبي مش اسبي دوكر تاع بيتري هذيك البلاصة اسبي و باش ما نخليش الناس تقرا لي سورس تاعي باش ما للحمايه نحطو في ديال ديكوم فهمتي ولي باج تاعي تاع اسبي يقراو لوبجيكت هذاك تاع الكوم في السيرفر من السيرفر ويجيب المعلومات ويفشي لي ريزلتا في لاباج تاعي تاع الكوم انا ندير عليها ثاني درس في القناه اللي حاب نتعمق في الكوم كومبليز دي كوم ومن بعد من كي كملنا هذا خرج لي ويب سيرفيس من كي كمل دي كوم كومبليز وهذا خرج لي ويب سيرفيس بعد ويب سيرفيس شي هو كيف كيف هو مجموعه من الاقوال محطوطه في سيرفر لكن عبر الانترنت تمشي بال اتش تي بي ثم محطوط بال اتش تي بي اتش تي بي معناتها بلير تاع بلير تاع تاع الويب بلير تكتب بلير تاعك تعيط الويب سيرفيس تاعك وتقول له اعطيني مثلا قائمه تاع الطلبات من لاباز دوني هو عنده اتصال مع لاباز دوني يجبد لك القائمه هذيك يعطيها لك في شكل اكس ام ال وبعد تعرف تقرا في شيء اكس ام ال عادي يعني كان مكون في الدفي مثلا اكس ام ال بالداتا سيت يا الله اعلم تقرا كليون داتا سيت كليون داتا سيت تقرا باكس ام ال كاين حتى دوكيمون اكس ام ال جوبونس في دوت نت ثاني عندنا داتا سورس داتا سيت تقرا به اكس ام ال عندنا ثاني دوكيمون اكس ام ال تقرا به اكس ام ال عندنا نيوتن سوفت ثاني مكتبه تقرا به اكس ام ال كل لغه عندها لابد عندها حاجه تقرا به اكس ام ال الويب او اي هذا الويب سيرفيس وبعد طور الويب سيرفيس من مايكروسوفت خدمت واحد اخر اسمه دبليو بي سي اف هو سيرفيس يمشي في تي سي بي بي في جميع البروتوكولات تاع الريزو سواء اتش تي ام ال هو انترنت ولا انترنت ولا غيره وخدموه هذا باش يكمل دبليو بي اف باش هو اسمه دبليو بي سي اف تسمى هو معقد شويه على الويب سيرفيس مطور على الويب سيرفيس وبعد ما خلاص خدموا الويب ابي الويب ابي الناس كل اسمها حتى بالنت جي اس تخدم الويب ابي جافا عندهم سبرينغ عندهم سبرينغ مش باش مع جافا عندهم سبرينغ الويب ابي دوت نت يخدموا بلا بلا ام بي سي ويب ابي اسمي دوت نت الريزلت تاعك تعطي الملفات جيزون جيزون وش هو ملف نصي عادي يشبه لك زمان حاضنه عطانا اوبجي جافا سكريبت حاضنه والمعلومات اللي محطوطه لهنا وبعد تقراها على الملف نصي عادي في مجموعه من الملفات هذا الديال تاع هو عباره عن ديال تحطه في السيرفر تعيط التعليمه وتجيك التعليمه والريزلت هذا هو شو حنا دركا في الموبيل تا دركا ايماجيني الموبيل تاعك دير ابليكاسيون مثلا ابليكاسيون جيستيون ستوك ولا حاجه لازم كل شيء باز دوني اسكو باز دوني تاع اسكيل هذيك تحطها كل في الموبيل عاد تبيع واحد التليفون ولا الابليكاسيون عاد تبيعها لواحد قال لك خدم لي انا ولا جيب لي ليكو اسكو الابليكاسيون لا باز دوني تحطها في الموبيل لا لا باز دوني وين تعود تعود في سيرفر كيف دركا من الموبيل تاع تقرا المعلومات من السيرفر عن طريق الويب ابي تسمى الموبيل سيرفر محطوط من هنا سيرفر باز دوني وحده وسيرفر ويب ابي وحده يتخاطبوا مع بعضهم تقول له اعطيني قائمه طلبه تجي قائمه طلبه في شكل جيزون
دوكا انا لازمني بالمونبيز بالابليكاسيون تاعي نقرا هذاك الشيء صار ونفس الشيء في التطبيق تاعي تاع المونبيز. هذا هو كيفيه استعمال قواعد البيانات الكبيره ولا اللي فوق في لوبينيو يعني اللي فيها معلومات كبيره. اما رايك الويب ابي نشوفوا مثال صغير الويب ابي ومن بعد نفوتوا لسكيل لايت. هل اوبليجي ليا نحط باز دوني في سيرفر ونتصل بها؟ اذا كانت عندك بيانات كبيره راه اذا كان الفوليوم تاع باز دوني كبير ماكش تحطه في الموبيل. يقول لي لابليكاسيون تاعك كبيره وماهيش افضل. ما اذا كانت لابليكاسيون تاعك صغيره تحتاج غير معلومات صغيره اجمع المعلومات تقدر تستعملها بيزنس تحط سيرفر وحده وتستعمل باز دوني لوكال. هذه باز دوني لوكال اسمها اسكيل لايت. اسكيل لايت هي نوع من انواع كيما اسكيل سيرفر اوراكل ماي اس كيو ال بوست جريس. هذا كل بارادوكس تاع دلفي. هذا كل قواعد البيانات اكسس هذا كل قواعد البيانات. اسكيل لايت هي خفيفه وسريعه وسمه جديده ونقدروا نحطها ديجا نحطها بار ديفو في التليفون بعد تسمى عندها سبيسيال بليسه في التليفون تسدي لها وتحط فيها بس انا هذا التركيب تاع القواعد الصغيره التي تخزن في الهاتف تسمى لاباز دوني راك تتحط في الهاتف بس وقتاش كي تعود تحط طابل 2 3 4 طابل لين 1000 سطر في كل طابل معليش بس كي تفوت المعلومات كما هكا ما كذا اخدمها حطها في سيرفر وتعامل معها. هذا الملف ملف في شي تاكس عندك تروح تحطه تقدر تعمل مع ملفات تقدر تعمل مع قواعد البيانات لانها على هكذا تكون تسمى سهله مش كيما ملف. لتنفيذ استعمال استعمل المكون ترانزاكسيون الموجود هو هي المرتبه اللي استعملها هي اسمها اسكيل لايت فري اكتي وترانزاكسيون هي التعليم اللي تسمح لي بالوصول ولتنفيذ الميركات هي اكسبيت اسكيل من مكتبه اكسبو. ثم لازمني مكتبه اكسبو باش نتعامل مع اسكيل لايت. قادر تتعامل مع اسكيل لايت عن طريق مكتبه اخرى. انا نفضل اكسبو لانها فيها جميع الحوايج اللي نسحبهم. اوكي كيفاش نبداو نخدمو بعد ما قمنا بلانستالاسيون تاع لافيرونمون دو ديفلوبمون اللي قلت لكم عليه النت جي اس والجيت واللي يدير هذا اسكيل لايت منين تجي من اكسبو. ثم لازمني اكسبورت اكسبو
وبعد نخرج للكوماند برينسيبال تاعي هي نيم اللي ابي بي نفس الرياكت عندي هنا التصنيع ببعض الفاريابل وبعد قلت له هنا بوتون قلت له حددت فونكسيون قلت له كي تكليك على البوتون هذه انزل برونس نفذها يسمى بلوكيش الكرسر نفذها وخليها وحدها وانا اكمل الكود نرى التعليمات للانيماسيون ثم مش عم نديرو التوصيل هذا باش نبدا هذا المنيو تاعي كي كليك على المنيو ان خرج الات هي تعليمات شو ميساج كل التعليمات خرج لي ميساج في المنيو هذا وهنا نقدر نتفاصيل في رندر هنا نقدر نتفاصيل نتفاصيل شنو هي هي فيو هذه كيما تدير كيما تدير اللي هو لي اوت هي مجرد طابلو تسمى الخط باش تحط فيه المكونات تاعك هذا الطابلو هنا عباره عن تكس هنا هذا كل ستيل هنا سي اس اس ترانسفورم سي اس اس اوباسيتي تحدد لي الترانسبارونس تاع الخط وستيل هذا ستيل اللي كاري تحت السمك شو قال له اخذوني هذا بصح وزيد لي هذا الستيل اللي راهو تحت سيل هذا تلقاه مديكلاري هنا كوم كلاس سي اس اس هذا كلاس هاو تو دو دو بوزيسيون هاو سي بي بوت هادي حطو من تحت صوت هادي اسباس صوت وطا حطو على رايت حجم على رايت 10 والعرض تاعو من سيكون في الوسط هاد التعليمات سي اس اس دوكا انا مش عارف واش ديتاي عطيتك المثال برك دوكا كيفاش نفذ تبرونش التليفون تاعك قادر تفتح ليميلاتور وتنفذ على ليميلاتور قادر غير تلاصق التليفون تاعك تروح حتى الميلاتور